اليوم بهذا الفيديو حاشرح لكم شو هي اهم الخطوات يلي مختصي رعايه صحيه متابعين معنا، سواء كانوا صيادله اطباء او اطباء اسنان او ممرضين، لازم يعملوا هالخطوات هدول لحتى يكونوا معنا اب تو ديت. تمام، خاصه انه احنا يعني بدانا ببرنامجنا التعليمي الدوائي المستمر هذا من قبل 6 اشهر من عمل هذا الفيديو. فشو هن الخطوات؟ اول خطوه هي تفعيل الممبرشيب تبعك بفارم مايند وتسجيلك بشكل كامل. اوكي، طبعا بهذا الجايد لاين نحن عملنا الخطوات بالعربي والانجليزي، اللي حابين يقرون بالانجليزي فينا يقرون او بالعربي. تمام، وهن مرقمين من الخطوة رقم 1 للخطوة رقم 10، وفي مربعات فاضية إذا أنتم شايفينها هون. وقت يعني الشخص يعني يعمل هالخطوات هدول، يحط قدامه إشارة صح مثل ما لكم شايفين. تمام، ف يعني بيعرف هو بأنه خطوة موجود. تمام، طيب هلا بعد ما تم تفعيل الممبرشيب بهالحاله، هي التيم تبعنا حيرسل لك اليوزر نيم الخاص بطريقه تفعيل عضويتك والدخول لسيستم فارماين على الانترنت. بالنسبة لليوزر نيم والباسورد، هدول نفسهم حتقدر تستخدمهم على سيستم سكولوجي. تمام، وحيرسلوا لك كمان اليوزر نيم والباسورد الخاصين بسيستم الفارمايند جيم لعمل تقييم لخبراتك الدوائية. تمام، هلا الخطوة الثالثة مثل ما احنا شايفين هي الدخول لسيستم فارمايند عبر اليوزر نيم والباسورد اللي تم تخصيصهم لك من قبل فريقنا. الخطوة الرابعة بعد الدخول لسيستم فارمايند، حتشوف انت عندك ملفين بي دي اف. هدول الملفين البي دي اف بتحملهم عندك وبتطبعهم، ولو حابب طبعا تخرجهم سوا او كل واحدة لحاله وتخليهم موجودين قدامك. طبعا الملف الاول هو طريقة الدخول لسيستم المواد التعليمية المرئية والصوتية على اسكولوجي، والملف الثاني هو ملف طريقة الدخول للعبة الدوائية. طبعا انت بدك تقرأ كل ملف من هدول الملفين وتمشي بالخطوات خطوة خطوة. تمام، طيب هلا الخطوة الخامسة مثل ما نحن شايفين هي قراءة محتويات الملفين وتطبيق الخطوات المذكورة خطوة خطوة، مشاهدة الفيديوهات التوضيحية الموجودة عبر الرابط المذكور. ففي رابط هون فيك انت تزوره وتشوف الفيديوهات. تمام، بعد ما يعني تحمل ملفي البي دي اف وتطبعهم عندك. اوكي، طيب هلا وصلت للخطوة السادسة. الخطوة السادسة هي الدخول لسيستم سكولوجي عبر اليوزر نيم والباسورد الخاصين بسيستم فارمايند، لانه سيستم فارمايند وسكولوجي لهم نفس اليوزر نيم والباسورد. تمام، اما بالنسبة لسيستم اللعبة الدوائية فهو بيختلف، فله يوزر نيم وباسورد مختلفين عن اليوزر نيم والباسورد الخاصين بسيستم سكولوجي وسيستم فارمايند، فما تخربطوا بيناتهم. اوكي، طيب هلا الخطوة السابعة هي كمان الدخول لسيستم اللعبة الدوائية التفاعلية عبر اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالفارمايند جيم لعمل مثل ما قلنا تقييم لخبراتك الدوائية عبر مئات الأسئلة المطروحة interactive questions. تمام، وطبعا في فيديو كمان مشروح فيه عن طريقة الفارمايند جيم موجود ضمن اللينك بالخطوة رقم 5 مثل ما لكم شايفين بهالجايد لاين. تمام، طيب طبعا الملاحظة انا هلا هون حكيتها مثل ما قلنا، سيستم سكولوجي وفارمايند لهم يوزر نيم بيختلفوا عن سيستم اللعبة الدوائية. تمام، طيب هلا بالنسبة للخطوة الثامنة، لو انت عملت كل الخطوات السبعة هدول، فالخطوة الثامنة فيك تستخدمها يعني بدون الخطوات 2 و3 و4 و5 و6 و7، فيك انت تستخدمها باي وقت، لانه الكود الدائم هو خاص بالفيسبوك ماسنجر، فلازم تكون انت محمل عندك الفيسبوك ماسنجر باخر تحديث. وفيك انت تستفيد من الكود الدائم اما بانك ترسل الكود للصفحه تبعي او لصفحه فريقنا. طبعا صفحه فريقنا هي خاصه بالبازلز، اوكي، بالثيرابيوتيك بازلز. اما بالنسبه للصفحه تبعي فهي خاصه ب مجموعة مختلفة من الفقرات التعليمية يلي يعني انتو عم تتابعوها وتستفيدوا منها بشكل مستمر. تمام، فالخطوة الثامنة بالذات هي خطوة فيك انت ما تعمل الخطوات رقم 2 ل 7، بس بدون الخطوة الاولى بدون تفعيل الممبرشيب
ما حتقدر انت تحصل على الكود الدائم. تمام. طيب هلا بنجي للخطوه التاسعه. طبعا الخطوه التاسعه هي اتمام جميع مراحل اللعبه الدوائيه التعليميه الموجوده ضمن سيستم اللعبه الدوائيه، ولازم يكون مثل ما قلنا معدلك اكثر من 70% لتنتقل للخطوات التاليه من برنامجنا التعليمي المستمر. تمام. هلا الخطوه العاشره هي استخدام الكود الدائم مرتين لثلاث مرات بالشهر على الاقل لمتابعه اخر تحديثاتنا والبقاء بجو برنامجنا التعليمي المستمر. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي هن مفعلين حيتم يعني حذف اسمهم، لانه في اشخاص ثانيين اولى انه هن يتابعوا. فاستخدامك للكود دائم مرتين لثلاث مرات بالشهر، فهذا الشيء حيخليك ضمن السيستم، بحيث يعني يظهر عند فريقنا انك انت لساتك متفاعل وفعال، وبالتالي تنتقل لل next stages. تمام. طيب فهي كمان خطوة انك انت تكون يعني مثبت وجودك وعم تتابع وعم تتفاعل كتير مهمة، لانه نحن نعرف انك انت عم تستفيد ونعرف ادائك. هلأ بالنسبة للكود الدائم مثل ما قلنا هو بمثابة مفتاح، فيك انت تستخدمه امتى ما كان. فيك مثل ما قلنا تبعت لي يا إلي على صفحتي او على صفحة فريقنا لحتى تتابع اما الالغاز الدوائية على صفحة الفريق او على صفحتي بقية الفقرات الثانية. تمام. بالنسبة لمعدلك ففيك انت تبعت معدلك إلي عبر اللينك هاد، انك تبعت ارجو معرفة معدلي. بس الاشخاص اللي هن لسه ما لهم سجلين معنا فما حيقدروا يعرفوا معدلهم، ولا نحن حنقدر نعرف معدلهم، لانه هن بالاصل ما دخلوا للسيستم ولا عملوا المراحل اللي بتحوي على مئات من الاسئلة، فما عرفنا نحن ادائهم. فلازم هن يدخلوا للسيستم، اول شيء يعملوا التسجيل، يعملوا الخطوة الاولى، بعدين يحصلوا على اليوزر نيم والباسورد، بعدين يتموا كل المراحل. يعني يمكن تاخد منهم الشغلة حوالي شهر لو هن يعملوا مرحلة كل يوم او كل يومين. فبعد ما يعملوا كل هالمراحل هدول فبنعرف نحن معدلهم. اوكي. بنعرف معدلكم، بنعرف وين نقاط الضعف الموجودة عندكم. تمام. حتى يعني فيني انا ابعت لشخص المتعلم ريبورت حول وين الاسئلة الصعبة اللي واجهها. تمام. ففيكم انتو يعني تحلوا هالاسئله هي اما بعد كذا شهر من متابعه المواد التعليميه، او تدخلوا مباشره بالجيم وتعملوا تقييم لخبراتكم الحاليه. تمام. هلا لو كان معدلك باقل من 70% انا يعني اطلق مجموعه من المراحل الجديده باشرافي انا شخصيا، يعني لتكون valid من حيث الكونتنت. يعني وهالمراحل هدول يعني هن بمثابة فرصة لك لحتى ترجع تزيد معدلك. يعني لو انك انت انجزت اول 13 مرحلة خاصين بالستيج الاول من البروجرام تبعنا، ف انت مثلا عملت 13 مرحلة وكان معدلك 50% او 60% او اقل من 70%، فبالحالة هاي انت لازم يعني تعمل مراحل 14 او 15 او 16 او المراحل التالية اللي احنا نعلن عنها وحيوصلك اشعار فيها. فبعد ما تعمل هالمراحل هدول بهالحالة هاي اما انه يرتفع معدلك او يرجع ينزل، لانه يمكن يكون معدلك 50 وبالمرحلة 14 او 15 تخبص بالاسئلة او ما تعرف تحل صح. تمام. او تواجهك اسئلة جديدة يعني ما عندك خبرة فيها. تمام. ما هو الهدف من الفار مايند جيم هو عمل تقييم لخبراتك الدوائية، تعرف مستواك. اوكي. تعرف وين نقاط الضعف الموجودة عندك. طيب فيمكن يكون معدل 50 يرجع ينزل ال 40 بدل ما يرجع يرتفع ل 60 او 70، فكمان بدك تكون منتبه، بدك انت يعني تطور معلوماتك بشكل دائم وتحاول تقرا يعني اكثر وتتابعنا. اوكي. بكل حال هدول الملاحظات فيكم انتم تقروهم، لانه حاترك مع هذا الفيديو ملف PDF فيكم انتم تحملوه وتطبعوه، هو صفحتين تطبعوهم واخرزوهم لحتى تعرفوا شو هن الخطوات اللي انتم عملتوهم، شو الخطوات اللي لسه ما عملتوهم، لانه يعني المختصين اللي عم يتابعوا معنا مفروض يكونوا كلياتهم ماشيين على نفس السيستم. تمام. للخطوه الاولى للخطوه العاشره. تمام. ولو في اي سؤال فيكم انتم تراسلوني عبر اللينك الموجود هون، مثل ما لكم شايفين عند كلمة لمعرفة معدلك في اللعبة الدوائية هذا اللينك. لو في أي استفسار فيكم أنتوا تراسلوني. ومثل ما قلت لكم طبعوا هذا الملف وخلوه عنكم،
واخرزوه لحتى تعرفوا انتم باي خطوه واصلين، تمام؟ باي خطوه واصلين. وما تنسوا تعملوا التيك اللي قلت لكم عليها، التيك كثير سهله، استخدموا اي لون او اي قلم وحطوا هيك مثل ما كنتم شايفين في الفيديو، تعرفوا بانه خطوه انتم. هلا لو انتم ما لسه الممبرشيب تبعكم مو فعاله بالاونلاين سيستم تبعنا، فاوريدي ما حيكون عندكم يوزر نيم وباسورد خاص بالسيستم نفسه او بسيستم سكولوجي او بسيستم الفارمايند جيم، وبالتالي بقيه الخطوات كلها ما حتقدروا تتابعوها، خاصه كمان الخطوه الثامنه، لانه البيرمننت اكسس كود الخاص بمتابعه البروجرام عبر الفيسبوك ماسنجر، ولازم تتاكدوا انه محدثينه انتم بشكل دائم، تمام؟ انتبهوا دائما لازم تحدثوه. كل هالاشياء هي ما حتكون متاحه لكم لو لسه الممبرشيب تبعكم ما لا فعاله، تمام؟ موضوع تحديث الفيسبوك ماسنجر كثير مهم، انه رح توصلكم عبره مجموعه من المواضيع المهمه يلي لازم تعرفوها، تمام؟ حول الثيرابيوتكس او حول الدراج انتراكشنز او حول الكيس ستاديز او حول كثير من المواضيع اللي بتهم الصادله ومختصي الرعايه الصحيه الثانيين، تمام؟ فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وهذا الجايد لاين، وان شاء الله بتابع معكم بفيديوهات قادمه. Thank you really for watching and